سهلة جاي من بطولة من مجموعة ومن مباريات يعني صعبة بس اتنا مباراة موريسيو انسحاب الحمد لله رب العالمين اليوم غينيا ليبيا يعني ما تقدرش تقسم على اثنين مباراة يعني واحد يتأهل منها طبعا ديما المباريات المفصلية ديما تكون صعبة الحمد لله رب العالمين زي ما شفتوا يعني الشوط الثاني بالذات كانت الأرضية سيئة جدا يعني ما نعرفوش ان السبب لكن سيئة جدا كانت عندنا أكثر من كورة زيادة عددية زي ما تشوفوا كل المشاهدين شافوا يعني كانت الأرضية سيئة الحمد لله رب العالمين وصلنا لمرحلة أول الأدوار اللي هي قبل النهائي لازم نركزوا هاليومين ثلاثة هادم نسمعوا كلام المدرب ونركزوا مع المني اللي واجهنا في دور قبل النهائي بإذن الله يعني منتخب مصر احنا نعرفوه مصر تعرفنا بإذن الله تكون مباراة في كنف الروح الرياضية نكونوا مركزين ونسمعوا كلام المدرب شو المطلوب منا واللي يربح باللعب النظيف نقوله مبروك واللي يخسر هارف لك بارك الله فيكم نشكركم نشكر جميع الأخوان في مدينة على البطولة الناجحة بجميع المقاييس شكرا.